السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل بيج 183 183. نبدأ بسم الله. listen A listen to the conversation، يعني استمع للمحادثة. listen and take، يعني طبعا احط صح. عندي هنا طبعا سؤال بيقول do you ever fly abroad، يعني هل دوما تسافرين إلى الخارج؟ هل دوما تسافرين إلى الخارج؟ فطبعا المفروض بتجاوب عليها من خلال المحادثة yes I have an overseas flight once a month، يعني أنا لدي أو أنا أقوم برحلة جوية خارج البلاد مرة في الشهر. Do you ever fly abroad؟ Yes I have an overseas flight once a month. صح، يعني طبعا دي خطأ. إن طبعا بتقول إيه؟ No I always have a co-pilot، لا أنا دائما لدي مساعد طيارة. هي بتقول لها هل دوما تسافرين إلى الخارج؟ طبعا هتقول لها دائما أو أنا نعم أنا أقوم برحلة جوية خارج البلاد once a month، طبعا مرة في الشهر. الإجابة الصحيحة اللي فوق اللي فيها yes. بعد كده عندي reading skill، هنا read and take. طبعا نقط is the capital of Egypt، يعني عاصمة مصر يبقى كايرو. طبعا بعد كده بيقول لي write two sentences، يعني اكتب جملتين about an interview أو interview with a pilot، يعني طبعا مقابلة مع طيار. ممكن نقول I enter أو enter viewed، يعني أجريت أو قابلت a pilot طيار for لي our school newspaper، يعني لجريدة مدرستنا. ممكن على أساس إن هي واحدة مثلا يبقى she likes، هي بتحب being كونها طبعا a pilot يعني كطيار. ممكن نكمل كمان ونقول ايه very much. ممكن كمان نقول كمان جملة، يعني she has an over seas، هي دائما او هي لديها رحلة عبر البحار او رحلة جوية عبر البحار over seas flight. once a month، يعني مرة في الشهر. كده ممكن نوصل لنهاية الفيديو. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. الى لقاء فيديو اخر باذن الله تعالى، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.